نحاولوا نتواصلوا مع الشيخ ناجح بكيرات، الشيخ ناجح بكيرات، والذي تم إبعاده، نعم تم إبعاده 30 مرة، الشيخ ناجح 30 مرة، وسجن 33 مرة من عام 1980، والشيخ كذلك عنده مجموع أحكام ومحكوميات سجنية ب7 سنوات مجموعها، وإبعادات مجموع المدد متاعها 8 سنوات، وحول وضع القدس كذلك ومستقبل المدينة ورد المدينة أيضا على ما يجري وأهليها. معنا الشيخ ناجح بكيرات ينضم إلينا. شيخ ناجح، مرحبا، أهلا وسهلا بك. سلام الله عليكم، مرحبا. شكرا لك، ونحييك ونحيي أهالينا في القدس، ونسأل الله تعالى أن تكتب لنا صلاة قريبا قريبا، ونحن نعبر عبر البر من غزة إلى القدس، نعبر وننشد ونغني ونفرح ونعزي ونواسي ونبارك ونهلل ونكبر فيكم كذلك أيضا هذا الصمود. شيخ ناجح، مرحبا، أهلا وسهلا بك. حتى نبدأ معاك قبل كل شيء، قرار إبعادك الأخير من القدس لمدة 6 أشهر، هذا القرار شنو حيثياته وما هي خلفيته لو تسمح؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، من جنبات البيت المقدس ومن ربوع القدس، يعني نهديكم ألف ألف سلام. ونود القول بأن سلطات الاحتلال، هذه الحكومة العنصرية، دائما تلاحق المقدسيين، ونحن من ضمن الذين تمت ملاحقتهم بالإبعادات. تم استدعائنا إلى القشلة قبل أسبوع، وتم تسليمنا قرار 6 أشهر جديدة، كان هذا القرار رقم 30. الهدف هو تجديد الانتهاكات للمسجد الأقصى. الهدف هو إبعادنا عن المسجد الأقصى وتجفيف الوجود المقدسي في المسجد الأقصى. الهدف خلق فراغ في المسجد الأقصى، كوننا نحن ندير يعني عشرات بل مئات من الموظفين. الاحتلال يريد أن يسهل لهؤلاء المقتحمين أن يقتحموا المسجد الأقصى المبارك. بالتالي يعني سواء كانت الإبعادات أو الاعتقالات كثيرة، كان يعني الهدف منها هو محاولة كسر الوجود المقدسي. نحن هذه الاعتقالات وهذه الإبعادات وهذه السياسة العنصرية لن تثنينا أن نبقى في المدينة. نحن جزء لا يتجزأ من أعمدتها، ونحن جزء لا يتجزأ من أهلها. نحن قطعنا عهد على أنفسنا أن نبقى أوفياء إن شاء الله، سدنا أوفياء لهذا المكان. وبالتالي نحن ولدنا في القدس وعشنا في القدس، ونسأل الله أن يرزقنا ميتة طيبة وميتة طيبة بجوار أجدادنا عبادة بن الصامت والشداد بن أوس، الذين زحفوا على الأقدام مسيرة شهر من مكة المكرمة حتى وصلوا إلى هنا، وجعلوا لهذه المدينة عنوانا وجعلوا لها جذورا. ويكفينا أننا بجوار الأقصى المبارك الذي بارك الله فيه وفي أهله إلى يوم القيامة. وبالتالي هذه الإجراءات الإسرائيلية إجراءات عنصرية مخالفة لكل القوانين، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الذي وعدنا بأن الاحتلال إلى زوال، ونحن أصحاب الحق بإذن الله تعالى. شيخ ناجح، طبعا الحكومة المتطرفة والتي توصف بأنها الأكثر تطرفا على الإطلاق في الحكومات المتعاقبة، خاصة في الفترات الماضية القليلة الماضية والعهدات الماضية، معناها تضيق وتعتدي بشكل مختلف وتمعن، سواء مع الأسرى أو مع المساجين كذلك في سجون الاحتلال. في المقابل عربيا وإسلاميا لا نرى ردا ولا نرى مواقف إطلاقا قبل
كنا نسمع جامعة الدول العربية تبيع لنا شيء على المزمار وعلى الطبل في نشرات الأخبار تقريبا فقط. اليوم هذا الصوت فقدناه ونعم الفقد هو، لكن في المقابل أيضا لا نرى في الحقيقة يعني أصوات الشعوب ضعيفة. كنا قبل نشوف المسيرات التي تدعم، وكنا نشوف الاحتجاجات الطلابية والتلامذة كذلك. كيفاش تشوف واقع الأمة بعلاقة الأقصى والقدس؟ يعني إذا كان الاحتلال قد أعد خطة ممنهجة، يعني هو تحت الأرض يقوم بحفريات 64 حفرية، أصدر منها 54 حفرية تقريبا، أصدر تقارير وهذه التقارير بينت لا وجود للرواية التوراتية. الاحتلال إن كان يقوم بحرب الاقتحامات من أجل إيجاد حق لليهود في المسجد الأقصى الذي لا يقبل القسمة على اثنان، وهو مسجد إسلامي خالص. الاحتلال إذا كان يقوم فوق الأرض بهدم بيوت المقدسيين وسرقة أرضهم وسرقة أموالهم في محاولة للتخفيف من الرؤية البصرية كي نشاهد فقط الاستيطان، ويقر 100,000 وحدة سكنية في القدس، ولا يريد للمقدس أن يعيش إلا في العراء وأن يعيش في منازل ربما في الصفيح. أنا أعتقد أن هذه السياسة الممنهجة التي يعني استهدفت الإنسان المقدسي واستهدف الشعوب أن تعيد القدس كأولوية مهمة، وبالتالي القدس هي الملهمة. شيخ ناجح، القدس هي الملهمة. شيخ ناجح، بعد إذنك اسمح لي، يمكن أن نتساءل يعني اليوم بكل صراحة، تقريب وأغلبية الحكام العرب يعني ما كان يقال همسا وفي الغرف المظلمة أصبح يقال دندنة، وأصبح في حالة من الاستعراضية، تطبيع وزيارات وطائرات ووزراء وسفارات. ما هي البدائل يعني اللي يمكن تنجح الخطة اللي تحكي عليها سيادتك الآن؟ شو البدائل الموجودة؟ البدائل أن هذه الأمة الموضوع يجب أن نعيد الرؤية الحقيقية. هذه أمة قوية تمتلك من المقومات العقائدية، على الأمة أن تعيد برنامجها، أن تلتف حول دستورها القرآن الرباني، على الأمة أن تعيد استغلال الأرض والصناعة، وأن تمتلك القرار، أن تصبح قرار الأمة بيدها، لا قرار من أمريكا ولا قرار من الشرق ولا من الغرب. إذا امتلكت الأمة قرارها، وامتلكت الأمة إرادتها، وامتلكت الأمة دستورها، فإن الأمة تمتلك مقومات من الانتصار الشيء الكثير جدا. على الأمة أن تفهم تماما أنها ما لم تعيد القدس لن تعاد لها الكرامة. ما لم تعود القدس كحاضنة عربية إسلامية ويحرر المسجد الأقصى وينهى الاحتلال لن تكون لنا قائمة. علينا أن نجتمع على رجل واحد وعلى قيادة واحدة من أجل إنهاء هذا الاحتلال البغيض. نعم. هذا الاحتلال الذي يسعى يوما بعد يوم إلى تفتيت الأمة. أنا أقول لك يعني القدس رغم حصارها ورغم ما فيها، رأينا كيف حينما تتفاعل أينما تكون أي مشكلة في العالم الإسلامي تجد أهل القدس يهبون. قبل 6 أشهر حينما كان الوضع في شمال سوريا هب أهل القدس وقدموا النجدة رغم أنهم بحاجة. اليوم حينما رأوا الزلزال في تركيا ورأوا الناس تشرد هبوا وقدموا. القدس ملهمة، القدس فيها عطاء، القدس فيها بركة. إذا لم تعد الأمة تمتلك القدس فلن تمتلك مفاتيح الانتصار. الانتصار بأن
تفهم الأمة أن عليها أن تعيد القدس تحت سيادتها وفي قبضتها. ما زال عندنا دقيقتين لو تتكرم أنت، يعني أنا كنت ناوي أن نسألك هل أن الزلزال الذي ضرب تركيا وعنده علاقة طبعا بعدد كبير من الضحايا والمسلمين والخسائر، هل هذا سيؤثر وينسي شوية في قضية القدس وقضية الأقصى؟ هذه المأساة الآن تلتفت ليها وسائل الإعلام والرأي العام العربي والإسلامي، ألا نخشى أن تضعف هذه الوجهة، تضعف اهتمام الرأي العام بقضية الأقصى والقدس والجرائم التي تحدث خاصة في هذه الحقبة متاع الحكومة المتطرفة وداخليتها بالغفير؟ أستاذي، نحن جسد واحد، إذا يعني تألم في الجسد قطعة تألم كل الجسد، وقضية القدس والأقصى هي ليست قضية الفلسطينيين وليست قضية العرب، هي قضية أمة الإسلام، وبالتالي إذا كانت قضية الأقصى والقدس هي قضية أمة وقضية جسد فنحن جزء من هذا الجسد. نحن حينما رأينا إخواننا الأتراك وإخواننا في شمال سوريا يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، لا يمكن أن تقر لنا جفن ولا أن تنام لنا عين. نحن جزء من هذه الأمة، سنبقى جزء من هذه الأمة، ولكن على هذه الأمة أن تنظر لنا على أننا جزء تحت الاحتلال، على أننا جزء نعذب، على أن هذا الجزء الموجود من الشعب الفلسطيني هنا مهدد في رزقه وفي وجوده وفي حياته وفي روايته. وبالتالي أنا أعتقد أن علينا أن نعيد القضية إلى مسارها الصحيح، أنها قضية إسلامية، قضية أمة، وعلى الأمة أن تتحرك من أجل ليس فقط المسجد الأقصى، من أجل إغاثة المسلمين، من أجل أن تعيد للإسلام دولته وتعيد للإسلام كيانه وتعيد الإسلام الذي كانت لا تغيب رايته من المحيط إلى الخليج. هكذا يمكن لنا أن نصنع أمة جديدة، أمة تستطيع أن تسطر على مدار التاريخ أنها أمة قوية قادرة على أن تخرج من مآسيها. إن وقوف أهلنا اليوم في القدس رغم الحصار، نعم، ورغم كل شيء، نعم، مع إخوانهم يدلل على هذه الفهم العميق في أننا أمة واحدة، نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. شكرا لك شيخ ناجح، ونأمل إن شاء الله أن يكون كلامك وصل لقلوب المتابعين، وهذه اللمسة معك في الحقيقة هي أضعف الإيمان، أن تكون القدس حاضر على الأقل بالصورة، إن لم نكن هناك فعلى الأقل يعني نذكر بهذه القضية، على الأقل القضية الغائبة تقريبا في وسائل الإعلام العربية. شكرا لك، وأشكرك كذلك مشاهدينا الكرام. موعدنا يتجدد غدا السابعة بتوقيت تونس نفس التوقيت بحول الله، مع مقدار موجة أخرى. ألقاكم وأدعوكم أيضا للمشاركة والتواصل دائما عبر نفس الرقم، إذا كان عنده واحد فيديوهات أو عنده مقترحات في بعض المواضيع، في بعض الملفات، في بعض الفيديوهات، في بعض التعليقات، كل ذلك يعني هو متاح بحول الله. ألقاكم غدا، تصبحون بألف خير.